في الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله الحديث وفيه وذكرهم الله في من عنده، فهل يجوز الجزم بأن الله يذكر جميع من فعلوا هذا بأسمائهم؟ نرجو رجاء يا أخي، ما نجزم لأحد، لأننا لا نعرف نيات الناس ومقاصدهم، إنما الله هو اللي يعلم هذا. نحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نعم.